رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حفل تخريج الدورة الأربعين في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقد بدأ الاحتفال لدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم راعي الحفل إلى المنصة الرئيسية في ميدان الكلية بالسلام الوطني. ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين الذين مروا بعد ذلك أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري. ثم ألقى العميد الركن تركي محمد المنصوري نائب قائد الكلية كلمة رحب خلالها بصاحب السمو راعي الحفل والحضور منوها بدور كلية زايد الثاني العسكرية في إعداد وتأهيل المرشحين الضباط من شباب الوطن والتحاقهم بصفوف قواتنا المسلحة الباسلة. وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بعد ذلك المتفوقين 9 من الخريجين وهنأهم سموه على تفوقهم في الدورة الأربعين. وجرت بعد ذلك مراسم تسليم وتسلم علم الكلية من الدورة الأربعين إلى الدورة الحادية والأربعين مصحوبة بقسم العلم، حيث أقسم منتسبو الدورة الحادية والأربعين على أن يحافظوا على العلم مرفوعا عاليا. واستأذن قائد الطابور راعي الحفل بالانصراف، حيث مر الطابور أمام المنصة الرئيسية مختتما مرحلة التعليم والتدريب ليدخلوا مرحلة جديدة في حياتهم العملية. وهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أبناءه الخريجين ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الكريمة والشجاعة العربية والاعتزاز بوطنهم وبما أنجزوا من علم وتدريب في كلية زايد الثاني العسكرية التي وصفها سموه بمصنع الرجال الأشاوس ورافد لقواتنا المسلحة الباسلة بالشباب المؤهلين أكاديميا وعسكريا كي يتبووا مناصب قيادية في المستقبل بإذن الله تعالى. وأشاد سموه بمستوى الكلية ومناهجها التدريبية والنظرية ومواصلتها عملية التطوير والتحديث من أجل بناء جيل من الشباب قادر على استيعاب كل ما هو جديد في مجالي العلوم العسكرية والعلمية. وتمنى سموه للخريجين النجاح والتوفيق في مسيرتهم من أجل خدمة الوطن وعلاء رايته والحفاظ على مكتسباته الوطنية التي اعتبرها سموه من الثوابت الوطنية الواجب حمايتها والحفاظ عليها من أجل مستقبل الأجيال الواعدة من أبناء وبنات الوطن. حضر حفل التخريج كل من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم في المنطقة الشرقية، ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع، وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني رميثي رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين في الدولة وأقارب وذوي الخريجين. وفي الختام التقطت لصاحب السمو نائب رئيس الدولة وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الصور التذكارية للخريجين.